مرحبا وشكرا لمشاركتكم معنا في الملخص اليومي للعملات الرئيسية من شركة وينزر بروكرز، معكم عمر الفودة. بالنسبة للجدول الاقتصادي ما عندنا أي بيانات هامة لليوم، فراح نركز على التحليل الفني. خلينا نبدأ بعملة اليورو مقابل الدولار. إذا بننتبه مبدئيا الاتجاه الهابط انتهى عند 25-15 نقطة الدعم بالنسبة لليوم. السعر حاليا عم بيرتد بنسبة معينة، بنشوف الارتداد تقريبا 75 نقطة، وحاليا على رسم البياني مدى الساعة بنشوف انه السعر عم بيلاقي شوية مقاومة عند السعر المتوسط المتحرك 55، اللي ممكن نعتبره سعر مقاومة في حالة تداول أدنى. لو شفنا الأسعار عم تتداول تحت السعر المتوسط المتحرك 55 نعتبره مقاومة، والعكس صحيح إذا كان التداول فوقه يعتبر دعم في حال هبوط إليه. حاليا مفروض ما نشوف الأسعار ترتفع فوق ال 26-20 حتى نقول إنه عندنا نموذج انعكاسي. فإذا شفنا إغلاق شمعة أو شمعتين فوق ال 26-20 بيكون أول مؤشر إلنا إنه الهبوط انتهى وعدنا إلى حالة ارتفاع. مبدئيا في أول لمحات الانعكاس، وهو شفنا فشل السعر مرتين في كسر ال 25-15، ففي عندنا نموذج الدبل بوتوم حاليا. ولكن معظم المؤشرات ما زالت توحي لنا هبوط، تداول تحت نقطة المدار والسعر المتوسط المتحرك، وأيضا مؤشرات الزخم ما زالت في مناطق البيع. فحيكون السؤال بالنسبة لليوم، هل حنشوف السعر يتداول فوق ال 26-90 وقتها يفضل مراكز شراء، أو حيصير التداول تحت ال 25-15 ونواصل الهبوط السابق؟ في عنا مؤشر وحيد بيوحي لنا إنه في ضعف في الهبوط، وهو إنه حاليا الأسعار تتداول خارج نطاق القناة الهابطة زي ما احنا شايفين. دولار مقابل استرليني مقابل الدولار تقريبا على نفس الحالة. إذا بننتبه أيضا الأسعار حاليا تتداول خارج القناة الهابطة إشارة ارتفاع، أيضا في عنا نموذج الدبل بوتوم على مستوى ال 56-40 محاولتين، أو في عنا حتى 3 محاولات تريبل بوتوم وفشل في كسر هذا المستوى. نقطة المدار بالنسبة لليوم حتكون على 57-25 آخر ارتفاع. مفروض الارتفاع الحالي ما يتعدى الارتفاع السابق، إذا تعدى الارتفاع السابق بتكون أول إشارة شراء. إذا بننتبه الارتفاع السابق سبب صعوبة تعدي هاي المنطقة هو كان وقتها مستوى السعر المتوسط المتحرك، وأيضا حاليا لما يرتفع السعر المتوسط المتحرك حيلاقي شوية مقاومة عند المستوى. في حال شفنا كسره 57-25 راح نشوف مواصلة الارتفاع لمستوى 57-85. مؤشرات الزخم توحي لنا هبوط، وأيضا تداول تحت السعر المتوسط المتحرك ونقطة المدار أيضا توحي لنا هبوط. والوحيد إشارتين الارتفاع اللي عندنا نموذج الدبل بوتوم وأيضا تداول خارج القناة الهابطة، فيفضل الهبوط، ولكن علامات الارتفاع بلشنا نشوف علامات الارتفاع. الدولار مقابل الياباني ما زال على حاله تكلمنا في التحليلات السابقة، أي لا يوجد اتجاه. إذا بننتبه حاليا تداول فوق نقطة المدار بالنسبة لليوم هي نفس نقطة المدار تكلمنا عنها في التحليلات السابقة على 79-50، وأيضا فوق السعر المتوسط المتحرك، فيفضل إنه نشوف ارتفاع. ولكن إذا بننتبه خلال جلسة امبارح أو خلال جلسة اليوم حاول ارتفاع فوق نقطة المقاومة 79-85 وفشل، فيمكن نشوف محاولة حاليا على نقطة المدار 59-50 ثم هبوط إلى 79-30 بعد 20 نقطة.
مؤشرات الزخم ما عم تعطينا إشارة قوية ارتفاع أو هبوط، وهذا طبعا طبيعي في حالة تداول جانبي أو عرضي لما ما يكون في عندنا اتجاه، فرح نقول إنه لا يوجد استطلاع على هذه العملة. حتى إذا طلعنا على التداول مدى الـ4 ساعات، على مدى الساعة وعلى مدى الـ4 ساعات أيضا لا نرى أي اتجاه واضح. نشوف أنه على مدى الساعة في هبوطات أعلى من السابق وارتفاعات أعلى من السابق، بس لازم نشوف كسر المستويات الأساسية 80-15 و79-20 حتى يصير في عندنا بداية اتجاه. ما دام التداول ما بين هالمستويين لا يوجد اتجاه. فشفنا اتجاهات واضحة على اليورو وعلى الاسترليني، قلنا انه في حالة هبوط، ولكن الهبوط مبدئيا يبدو انه توقف حاليا، وفي عندنا نماذج الاستمرار، وحاليا بنشوف ايضا انه في اتجاه واضح على الدولار مقابل السويسري، حالة ارتفاع واضحة على سعر في الاتجاه حققه تقريبا عند 96.00. السعر حاليا عم بيتعافى من الصعود السابق، لا يوجد إشكال، ولكن لازم نشوف الأسعار ما تهبط أدنى 95-25. إذا شفنا إغلاق شمعة تحت هذا المستوى صار في عنا نموذج انعكاس ويفضل البيع، ولكن ما دام التداول فوق هذا المستوى حنقول إنه ما زال يفضل الشراء. حاليا السعر إذا بننتبه عند السعر المتوسط المتحرك، فيمكن يكون المتوسط المتحرك سبب دعم حالي للسعر. في عودة ارتفاعه لازم نشوف يحقق سعر عالي جديد فوق 96.00 حتى تضلها قوة الاتجاه، حتى يضل الاتجاه قوي. الإشارة الوحيدة الهبوط اللي عندنا هو حاليا انه الأسعار طلعت من نطاق القناة المرتفعة، زي ما احنا شايفين صار في عندنا 3 شمعات خارج القناة المرتفعة. مؤشر الـ MACD ما زال عم بيعطينا إشارة ارتفاع، ولكن مؤشر المومنتوم 22 اللي أسرع منه بيتفاعل مع السعر في شكل أسرع بدأ يروح من مناطق الشراء إلى مناطق البيع. في حال كسر السعر 95-25 راح نشوف هبوط إلى 94-65، زي ما بنشوف كان في تداول سابق وقاع سابق عند هذا المستوى، وعشان هيك صار مستوى دعم. إذن شكرا لاستماعكم ومع السلامة.